مرحبا، حلقة جديدة من أخبار صباح لليوم الأحد 26 آب، واليوم رح نكون على موعد مع كتير من التقارير خلال الحلقة. أما ضيفنا فهو الأمير الصغير، معه بنحكي عن مسيرته الفنية وحفلاته ونشاطه الفني خلال فصل الصيف. هذا ملخص عن الحلقة، ومثل العادة البداية اتصال من مصلحة الأرصاد الجوية. معنا أستاذ حسان عبيد، عباس عبيد. بونجور أستاذ عباس. يا هلا، كيفك؟ خلطت بالأسامي أنا. تمام. ولا تفضل، كيف رح بيكون الطقس اليوم وبكره كمان بدايه الاسبوع؟ يعني اليوم الطقس حيكون كما سبق الايام الماضيه، بالنسبه لبكره بيصير معتدل اكثر خاصه بالمناطق الجبليه والداخليه. درجات الحراره رح تنخفض بالداخل والجبل انخفاض ملموس. بالنسبه للساحل الوضع هو ذاته، الرطوبه موجوده على مدار الساعه. أوكي. المناطق المرتفعات الضباب رح يتكون خاصة خلال الفترة الصباحية والمسائية، وطبعا تنشط الرياح، أحيانا تنشط الرياح، وهذا الشيء ممكن يمنح يعني إحساس لطيف بالنسبة لدرجة الحرارة. أوكي. اليوم درجة الحرارة المتوقعة للساحل عم تتراوح بين 23 و 31، فوق الجبال بين 15 و 26، وبالداخل بين 17 و 34 درجة. لما نقول بكرة رح يعتدل شوي الطقس، يعني شو؟ يعني خف الهواء الجبلية بصير بال 24، ايه في شوية هواء طبعا. اثنين وثلاثة في عنا احتمال لرزاز بالماء على المرتفعات والجبال. اثنين وثلاثة هيك رح يعتدل؟ نعم، يعني غيوم رح يكون غائم جزئيا لغائم معظم الاحيان. اوكي. ودرجة الحرارة مثل ما حكينا يعني بالجبال رح تكون بحدود ال 24 25، وبالداخل بين ال 31 و 32 درجة. اوكي، هيدا كل شيء. شكرا لك، يعطيك العافية استاذ عباس. هلأ رح نروح إلى العناوين بالصحف القليلة اللي بتصدر نهار الأحد. ببيروت مع جوال، مرحبا. صباح الخير لك جوال ولكل يلي عم بتابعونا. مثل ما قلت، جولة على صحف قليلة صادرة اليوم الأحد 26 آب. البداية مع عناوين الحياة. موسكو تحذر من ضربة كيماوية في إدلب، لاحظت توجها غربيا لتغيير النظام السوري، وأكدت إرسال مدمرة أمريكية ورفضت التهور. ترامب يعاقب الفلسطينيين ماليا، والسلطة ترفض الخضوع للابتزاز. ظريف يستعجل ضمانات أوروبية لتصدير نفط وصون المصارف. روحاني يستعد لمساءلته بدعوة إلى التلاحم. أيضا بالحياة، العبادي انحراف كبير زج الحشد في مفاوضات تشكيل الحكومة. وفد من المتظاهرين في بغداد إلى البصرة للتضامن. اعتبر خصومه الديمقراطيين مقرفين، والسي ان ان كشفت فضيحة للرئيس، اختبار لترامب بعد حصانة كاتم أسرار مؤسسته. مبادرة إسلاميي الجزائر تطرح على منافسين لبوتفليقة. وختاما بعناوين الحياة، لا أنصاف حلول للرياضة التركية مع أردوغان. من الحياة إلى عناوين الشرق الأوسط، أمريكا تطالب من شرق سوريا بانسحاب إيران. موسكو تحذر واشنطن من خطوات طائشة في إدلب، وطهران توفد وزير الدفاع إلى دمشق. البرلمان يسائل روحاني الثلاثاء عن تدهور الاقتصاد، حزب الله يتهيأ للعقوبات على طهران. بغداد تنفي شمول تعاونها العسكري مع طهران الطائرات، تهديد شيعي للسنة والأكراد بالتكتل طائفيا. أيضا بالشرق الأوسط، مصر تواجه حادثة الغردقة بحوافز للسياح، 4 قتلى بهجوم إرهابي في العريش. تنديد فلسطيني بقطع المساعدات الأمريكية، نتنياهو يلمح لانتخابات مبكرة ولا يستعجل صفقة القرن. ردا على انتقادات لتصرفها في حفل زفافها، وزيرة خارجية النمسا لم أنحني لبوتين خضوعا. صفقات حصانة تعمق أزمة ترامب. وختاما بالشرق الأوسط، عائلة السادات تحتفي بمنحه ميدالية الكونغرس.
من الصحف اليومية القليلة إلى أولى تقاريرنا، ورح ننتقل إلى سن الفيل مع عرض أزياء بيحمل أبعاد إنسانية، وهو عبارة عن ملابس تم إعادة تصميمها من قبل طلاب جامعة الأسمود، وبيعود ريعه إلى جمعية سوا يلي بتهتم بالعائلات السورية النازحة إلى لبنان. تقرير. هي تجربة أولى وشراكة هدفت إلى الابتكار من أجل المساعدة والعمل الإنساني، فكانت النتيجة حفل عرض الأزياء وإظهار تصاميم لملابس أعيد تصنيعها عن جديد لتتلائم مع الموضة الحالية، وذلك من خلال فابريك ايد اللي جمعت أقمشة وتياب من مصادر عديدة، وتكفلت مدرسة أزمود لتصميم الأزياء بإعادة تصميم هالملابس بأحدث صيحات الموضة. نحن بفابريك ايد بنجمع تياب من سكولز، يونيفرسيتيز، بزنسز وحتى منسيباليتيز. هاي تياب بناخذها بنفرزها بننظفها وبنبيعها باسعار بين 500 ليره لماكسيموم 3000 ليره لاشخاص محتاجين. نحن بنعرف كثير منيح انه الابسايكلينج هلا كثير شغله نحن عم نهتم فيها مشان البيئه، بقى هيدا كان وركشوب كثير كبير عندنا السنه باسمود، عبروا كل هالديزاينر على افكارهم. نحن بنحب نعمل خير، بنحب نعمل شيء نقدر نخدم غيرنا. مش بس بنبيع للناس اللي معهم مصاري، بهمنا نقدر نخدم الاشخاص اللي ما عندهم امكانيات كبيره، والموضه مش للي معهم ملياردري، موضه لكل العالم. انا مشاركه بطريقه كثير صغيره از موديل وهيك، بس حتى لو لازم نشجع هيك شيء على طول لانه اول شيء منه موجود بلبنان. اكيد بهمني على طول شجع الابتكارات والاشياء اللي بتودي لمحلات بناءه. بالجاردن ستيت سن الفيل نظم هالعمل لهدف إلى إعطاء أصحاب الدخل المحدود فرصة التألق بأجمل التصاميم وبأرخص الأسعار. أكثر من 300 قطعة تم عرضها وبيعها، أما هالعمل فكان بالشراكة مع جمعية سوا اللي شاركت بالمشروع وساهمت بتنفيذ التصاميم. أجانا التصاميم من الجامعة لتياب كانت مستعملة ومنها مثلا جديدة ورايحة موضتها، لعملونا منها تصاميم نحن نفذنا التصاميم كلها، وبنشكر جمعية سوا اللي سدت احتياج كل سيدة من سيدات النزوح السوري، وكان العمل مفرح كتير. طبعا حيكون ريعهم رايح لجمعية رعاية اليتيم لأنه نحن عنا أيتام يعني بالجمعية، وكل الأرباح بتروح لهول الأيتام. كتير عم بيجربوا يساعدوا كل العالم خصوصا الجمعيات والناس يلي أندر بريفيليج يلي مش قادرة فريما بتشتري تياب بأسعار كتير كتير زهيدة. بيخترعوا قصص حلوة وبتنلبس والأسعار كتير منيحة، ما ضروري هاي كلاس كل شيء يقدر يلبسه، يعني مين ما كان بيقدر يشتري ويلبس. This is Mesa Abirizet. Yes, Mesa Abirizet. And the dress is donated by the Orphan Welfare Society, one of our biggest supporters.